بسم الله الرحمن الرحيم، تعال معانا النهاردة نتعرف على درس بعنوان التفكير الإنساني. هنتعرف على التفكير. طيب، يبقى احنا محتاجين نعرف ايه هي خصائص التفكير وهي اسلوب التفكير. وقبل ما نعرف خصائص التفكير واسلوب التفكير، احنا لازم نعرف اول حاجة مفهوم التفكير. يبقى للتفكير مفهوم؟ ايوه طبعا. ايه هو مفهوم التفكير؟ التفكير هي عملية ذهنية نرسم بها خريطة العمل لتحقيق هدف ما. أنا نفسي أطلع الأول على المدرسة، تمام؟ ده أمل أو رجاء. طيب، وأنا عشان أحققه محتاج خطوات. الخطوات دي في حد ذاتها اسمها تفكير، يعني أنا بفكر عشان أعمل الخطوات دي. وكمان التفكير هو هبة من الله سبحانه وتعالى للإنسان ميزه به عن سائر المخلوقات. طب إيه هي خصائص التفكير؟ للتفكير خصائص؟ طبعا. خصائص التفكير رقم واحد، إن هو التفكير ده نشاط عقلي للإنسان لا يعتمد على الإحساس فقط والإدراك فقط، بل على الخبرات السابقة. التفكير نشاط عملي للإنسان، تمام؟ هو عقلي الأول وبعد كده عملي. إزاي عملي؟ لأن التفكير يعتمد إلى تغيير واقع الإنسان إلى الأفضل، يبقى ده نشاط عملي. طب التفكير هو إدراك لقوانين العامة للموجودات. الفرد يستخدم خبراته لمعرفة المبادئ العامة للوجود. يعني مثلا في خلق يبقى في خالق، ده طبعا نوع من أنواع التفكير. التفكير يدل على خصائص الشخصية، فالتفكير يؤثر بتأثر وبدوافع الفرد وانفعالاته وميوله. طبعا يعني أنا لما أعرف تفكيرك هعرف شخصيتك. طيب، يتم التعبير عن التفكير في شكل لفظي رمزي، حيث يرتبط التفكير باللغة، فاللغة هي الفكر المنطوق وهما وجهان لعملة واحدة. مراتب التفكير عند البشر. إيه هي مراتب التفكير عند البشر؟ المرتبة الأولى وهي مرتبة الفكر العادي، يهتم الفرد بتدبير شؤون حياته ومشاكله اليومية. أما المرتبة الثانية وتسمى بالفلسفة الخاصة، حيث تتشكل عند الفرد مجموعة من المبادئ والمعتقدات ينظر بها للحياة ويعتمد عليها في سلوكه وتعامله مع الآخرين. أما المرتبة الثالثة هو الذي الشخص الذي يحاول أن يجد أسس للمبادئ والنظريات الخاصة به، ودي طبعا مرتبة تعتبر مرتبة العلماء. أهمية التفكير، عندي أربع أهميات للتفكير. إيه هي؟ إن التفكير يساعد الأفراد على التنافس، وإن التفكير الجيد يساعد الأفراد على إصدار قرارات جديدة، وإن الصحة النفسية تمام، فالتفكير الجيد يساعد الفرد على الراحة النفسية. يعني أنا واحد بفكر كويس أكيد هبقى نفسيتي مستريحة، تمام؟ وإن القدرة على التحليل والتقويم والنقد يعتبر من أنواع التفكير الجيد، يحمي الفرد من التأثر بأفراد الآخرين، تمام؟ خصوصا إن كانت خاطئة، والقدرة على مواجهة أفكارهم بمبررات عقلية مقنعة. تعال نفتكر تاني بسرعة بقى الدرس ده. التفكير، للتفكير مفهوم، هو هبة من الله للإنسان فضله بها على سائر الكائنات. للتفكير خصائص، هي خصائص الشخصية المفكرة ونشاط عملي للإنسان، نشاط عقلي للإنسان، نشاط لفظي وفي شكل لفظي اللي هي اللغة، إدارة للقوانين ونشاط عقلي للإنسان. طب للتفكير مراتب؟ آه طبعا، فكر عادي، فلسفة خاصة، البحث في المبادئ والمعتقدات. أهمية التفكير، منفعة عامة، منفعة خاصة، الصحة النفسية، القدرة على التحليل والنقد والتقويم. أساليب التفكير خرافي، ديني، فلسفي، علمي وإبداعي. أرجو إن شاء الله أنكم تكونوا فهمتوا درس اللي هو التفكير الإنساني. مع نفهم نتعلم ببساطة.